حقيقة أنا نعتبر مشاركتنا في مهرجان رباط الثقافات هي مشاركة حيوية ومهمة لكونها تؤدي إلى تنمية العلاقات الاجتماعية والثقافية وأيضا الاقتصادية، وبالتالي نعتبر أن هذا اللقاء في المهرجان هو فرصة كبيرة لتعريف الثقافة السودانية والحضارة السودانية والارتباط الوجداني بين المغرب والسودان، وخاصة في المجالات الاجتماعية والارتباط الروحي في من خلال الطرق الصوفية، وأيضا في تنمية العلاقات الثقافية باعتبار أن المغرب له دور كبير جدا في إسهامات التبادل الثقافي و وجود الطلبة السودانيين بالآلاف في الدراسة في الجامعات والمعاهد المغربية، وبالتالي هذا المهرجان فرصة لتعميق التواصل بين المغرب والسودان وأيضا لتنمية العلاقات في مختلف المجالات، وبالتالي نحن سعداء جدا جدا بوجودنا وبمشاركتنا، وباعتبار أن السودان ضيف شرف في مهرجان رباط الثقافات، ونحن نتمنى ونأمل في أن تتطور هذه العلاقات نحو الأفضل ونفتح آفاق واسعة بمزيد من التعاون في كافة المجالات، ويعني أمنياتنا أيضا بالتوفيق للقائمين على المهرجان، والشكر موصول لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ولرئاسة المهرجان، وأيضا وفوق كل ذلك السفارة السودانية التي ساهمت مساهمة حيوية في تنشيط هذا المهرجان. أولا نتشرف كثيرا بهذا المحتفى الكبير، مهرجان الثقافات، المهرجان الأول لرباط الثقافات، ورئيس المهرجان رشيد الياقوتي، وكذلك بمشاركة أسرة السفارة السودانية وعلى رأسها سعادة السفيرة مودة عمر حاج التوم، وكذلك الإخوة، مشاركة الجالية السودانية في المملكة المغربية عن معرض صغير يعكس صورة عن السودان، وكذلك الإخوة الطلاب الذين يشاركون في هذا اليوم الجميل الذي يعمق العلاقات الثقافية بين المغرب والسودان وبين الشعبين الشقيقين. والآن هذا المهرجان لتمتين أواصر الأخوة والأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين، الشعب المغربي والشعب السوداني، وكذلك هناك ارتباط وثيق بين المغرب والسودان، وخريجي الجامعات والمعاهد المغربية الآن المتخرجين من هنا أسسوا دار للمغرب في السودان، وربطنا نحن الجالية كذلك بهم هناك على أساس يكون لهم ارتباط، ولهم ارتباط وثيق بالمملكة المغربية، وعندهم حب للمملكة المغربية على كل ما قدموه لهم من تعليم. وهناك كثير من الخريجين الجامعات والمعاهد المغربية هنا يمسكوا مناصب مرموقة في السودان، وكذلك الآن هذا المعرض وهذا الاحتفال بالمهرجان والسودان ضيف شرف فيه يعكس السودان ويعكس الأشياء التقليدية الموجودة في السودان، يعكس الثقافات، يعكس بعض الرقصات الشعبية في السودان، وكذلك لتمتين العلاقة بين المغرب والسودان. وكذلك احنا هنا على أساس احتفال دائما في كل المناسبات التي تقوم بها السفارة السودانية والجالية المغربية لتعكس الثقافة السودانية، ولكي ندخل الثقافة السودانية في الثقافة المغربية.